السيد الكاتب العام، السيدان رئيسا مقاطعتي سيد البروسي وسيد بومن، السيدان رئيسا لجنتين المحليتين لمقاطعتي سيد البروسي وسيد بومن، الرئيس محمد موجب رئيس قسم عمل الجمعية بعمالة مقاطعة سيد البروسي. كما ستعرفون أن انعقد اللقاء اليوم تخليدا للذكرى 19 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي قامت بها سيد المايسترو. ويأتي يعني شعار السنة يعني شعار الفئة الأولى أساسية يعني تنمية الطفولة. الهدف يعني من هذا الشعار اللي غيتم الاشتغال عليه هذه السنة هو سلط الضوء على أهمية الألفية الأولى. الألفية الأولى اللي كتبدا يعني بداية سابعة من المرحلة ديال الحمل إلى مرحلة الولادة إلى مرحلة التسبع يعني ديال الرضيع. الهدف هو الاهتمام يعني بما هو الرضاعة الطبيعية وما هو يعني تقويم السلوك اللي ينصب حول الاهتمام بالجانب ديال تبني واحد التربية للطفل وهو واحد المرحلة من المسكين الجزائر أحسن التوجهات ديال المرحلة الثالثة للكرة الوطنية البشرية تصبح الاهتمام بالرأسمال البشري. والاهتمام بالرأسمال البشري يكون عبر مراحل. المراحل واحدة فيها هي الألفية الأولى. كناخذوا المرحلة ديال الحمل لابد يعني أن المرأة أنها تكون كترقب الحمل ديالها كتكتشف الصدى باش يمكنها تعرف يعني تطور من الجنة في الرحم ديالها. بالإضافة لكل تكون تقدم مسلسلات إلى غاية يعني الولادة في وسط المقعد. وبالتالي التتبع يعني هذا الموضوع على مستوى الرضاعة الطبيعية على مستوى البنية الغذائية باش يمكننا نقولوا في 2000 معنا أن وصلنا أن هذاك الولد يعني يختصر جميع يعني الملاعة على مستوى يعني الدماغ ديالو والنمو الجسدي ديالو. إذا هذا هو الرهان ديال المرحلة الثالثة ديال المباراة الطبيعية باش ينصرف مع يعني المصالح ديال الصحة والاجتماعية. الهدف هو تصدير واحد المراجع ديال التحسيس تكون موجهة يعني لجميع الأفراد ديال المجتمع اللي فيهم رجال النساء وكذا لتغيير واحد المجموعة ديال السلوكيات وتغيير مجموعة المفاهيم وإعادة توجيه يعني الاهتمام بهذه المراحل ديال الألفية الأولى من حياة الجميع. تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.